إنها امرأة. لن أدعك تموتين، لا يمكن أن تموتي. جميلة جدا، لم أرى في حياتي امرأة بهذا الجمال. من اليوم صار اسمك ريجينا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. من الآن فصاعدا أنت منا يا ريجينا، فليبارك فيك الرب، آمين. أعلنكما زوجا وزوجة باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. ريجينا، بعد كل هذه السنين ما زلت لا أستطيع أن أنسى. اهدئي، لا تخافي، فلا أضمر لك شرا. تفهمين كلامي؟ دولوريس قالت إنك تعرفين لغتنا. من تكون؟ اسمي أليخاندرو دي لا فيجا وأنا لست عدوا. أتتذكرين حين وجدتك في الطريق؟ عندما خرجت من وراء الشجرة وساقطت على الأرض، كنت مصابة جدا. أنا بخير وأريد أن أغادر. لا 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 تتحركي، لقد حاولت اغتيال الحاكم الجديد فرناندو سانشيز دي مونكادا، وهم الآن يبحثون عنك. لماذا أردت قتله؟ أنا أعرف الهنود جيدا، ففي شبابي كان لي الكثير من الأصدقاء من بينهم، وكنت أظنكم أبتم. حسنا، اسمح لي بأن أزيل هذه الألوان عن وجهك، فأنت لن تحاربي هنا. لا، جمالاي في حالة حرب وستظل هكذا دائما. لا مشكلة، لا مشكلة يا جمالاي، على الأقل عرفت اسمك، جمالاي. شكرا لحضورك يا أميرتنا، هل وصلتك الرسالة؟ مرحبا بك، أرجو ألا يسبب وجودك هنا مشاكل. لا تقل هذا يا خناس، فأنتم معشر الغجر أهلي أنا وأمي، وحياتي مرتبطة بكم إلى الأبد، لهذا أصمم على مساعدتكم. ماذا حدث؟ ماذا فعل ابنك؟ يا أميرة، أنا أقسم لك إن ابني بريء من كل التهم التي لفقوها له، وإنه لم يقتل أحدا.